وينضم إلينا عبر الهاتف من فرانكفورت الأستاذ ماجد سعد، منسق الجالية المصرية بألمانيا ومدير حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. يعني بداية وبعد التحية بصبح لحضرتك أستاذ ماجد، وكيف تسير العملية الانتخابية في ألمانيا في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وهل تزايدت نسبة التصويت اليوم خصوصا أنه أجازة أسبوعية لدى المواطنين؟ صباح الخير على حضرتك يا فندم، وتحياتي لكل المصريين في الخارج والداخل. وبداية بوجه التحية لكل الجاليات المصرية حول العالم اللي التفت حوالين بلدها. أنا بشوف الكلام ده على شاشات التلفزيونات المصرية كلها. الحمد لله امبارح ابتدى بقى التواجد يكون أكتر بكتير من أول يوم. النهاردة بقى هيشهد الكثافة العددية، لأن النهاردة يوم الأحد غالبية العائلات بتبتدي تطلع بقى من الساعة واحدة الساعة واحدة بإذن الله، وهيكون في كثافة عددية. وإحنا بقى الجالية المصرية في مدينة فرانكفورت ومدينة برلين محضرين الإيفنت اللي بنعمله كل مرة، بنسميه تصويت جماعي، إن كل الجالية تطلع تصوت تدي صوتها لمين، دي حاجة بتاعتها، لكن إحنا في الآخر كلنا مصريين، كلنا نلتف وراء علم بلدنا. انت تنتخب مين دي بتاعتك، لكن مصر ليها ان انت تنزل وتقدم صوتك الانتخابي. وباذن الله النهارده بتوقيت الساعه 3:30 في تجمع كبير جدا قدام القنصليه المصريه بفرانكفورت، وهيكون في اقطاب مصر داخل المانيا، وطبعا هوافي حضراتكم بالصور والفيديو عشان اهالينا في مصر يشوفونا ويشوفوا الجاليه المصريه المتواجده في المانيا ومدينه فرانكفورت. واضح ان كان في نوع من انواع التنسيق والاستعدادات للجاليه المصريه في المانيا وفرانكفورت بخصوص هذا العرس الانتخابي من قبل فتره الانتخابات. نعم يا فندم، احنا فعلا شغالين من يوم 6 اكتوبر، ده كان اول اجتماع لمنسقين الجاليات والروابط الموجوده في المانيا، وكل جاليه اخذت على عاتقها حشد الجاليه بتاعتها من بلدها. وعلشان كده بنحب ان احنا دايما في اخر يوم نعمل انتخاب وعرس انتخابي، يبقوا الاثنين مع بعض، نشغل اغاني وطنيه، نمسك اعلام بلدنا. وحنا طبعا كل الناخبين اللي بيجوا الغالبيه العظمى بيبقوا جايين ماسكين علم بلدهم. امبارح كان في سيده كانت لابسه لبس علم مصر كامل، لبسه كله مفصله ومقصوص عشان علم مصر. وباذن الله النهارده هيكون الحشد الكبير، لذلك من خلال شاشه حضرتك اسمحي لي اوجه الدعوه لكل ردود الافعال المصريه. واللي حضرتك ذكرته دلوقتي استاذ ماجد من وجود السيدات وارتدائها لعلم مصر ووجود الاسر والاعلام والاغاني الوطنيه، الى اي مدى انعكست على طبيعه الاعلام في المانيا وايضا المواطن الالماني الذي يشاهد ذلك اثناء مثلا مروره من امام السفاره او امام القنصليه؟ نعم، علشان كده مظبوط حضرتك مربط الفرس. قبل الانتخابات الرئاسية وجهت مناشدات تلفزيونية للجالية المصرية ان احنا السفراء الشعبيين لبلدنا، نزولا حمل علم بلد وتتوجه للسفارة والقنصلية، دي اكبر اعلانات لمصر، دي اكبر رسائل بنوجهها للبلاد اللي احنا عايشين فيها، ان احنا جاليات ديمقراطية حارصين على ممارسه الديمقراطيه بالفعل وليس بالقول. وامبارح مثلا على سبيل المثال بنبقى اعداد مثلا مجموعات، والناس تبقى معديه يسالونا في ايه، نقول لهم الانتخابات المصريه، هم من نفسهم ياخدوا مننا الموبايل ويقولوا لنا اتفضلوا حضراتكم وقفوا واحنا هنصوركم. المنظمه المصريه الالمانيه وهي جمعيه اهليه في فرانكفورت وانا رئيسها، كان لي الشرف ان انا اتوجه بجوابات للبوليس الالماني في كل المدن هامبورغ وفرانكفورت وبرلين والخارجيه المصريه، ان يكون في دايما تامين عشان ما فيش اي ناخب بيتعرض لاي اذى من اي حد ماشي في الشارع، سواء معارضه سواء يمين متطرف سواء ايا من كان اللي موجود. والحمد لله جالنا الردود ان معامله الانتخابات الرئاسيه المصريه، ده جايه من البوليس ومن وزاره الخارجيه الالمانيه، هيتم معاملتهم
زي الانتخابات الألمانية. فكده بدورنا وجهنا خطابات لوزارة الخارجية الألمانية إن احنا نسير على الديمقراطية، وفعلا الجالية المصرية ابتدت تنزل من يوم الجمعة. أنا متواجد طبعا بصفتي مندوب بحملة الرئيس من يوم واحد واثنين وثلاثة، من الساعة 8:30 كنت متواجد أنا وزوجتي ورئيس المجلس الأعلى ثروت قدس، وكلنا بنوجه دايما رسائل وبنحس الجالية المصرية ان هي تتفضل حضراتكم سفراء مصر هنا في ألمانيا، واحنا كلنا في عمل جماعي. هذا ليس انجاز او نجاح لشخص معين، بل هو نجاح لكل الجالية يوم ما نطلع بمظهر مشرف. نعم، إلى أي مدى أثرت يعني الأحداث السياسية في المنطقة والعدوان الإسرائيلي الغاشم والوحشي على غزة وقرارات مصر الحكيمة في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وأهالينا في غزة على مشهد الانتخابات الحالي؟ أكون صريح مع حضرتك يا فندم إن دي ضعف أعداد الناخبين. الناس فعلا، كل الناس اللي انا اتكلمت معاهم قدام القنصليه بعد بصفتي مندوب بحمله، بتكلم بعد ما بينتخب طبعا، قبل الانتخاب ما فيش خالص عشان الصمت الانتخابي، بياخد ودي معايا في الكلام، يقول لي انا يمكن كنت هتكاسل لكن بعد اللي حصل قلت لازم انزل عشان مصر تستمر في الامن والامان، عشان دعم مصر في امنها اللي هي عايشاه دلوقتي بقى لها 10 سنين، واحنا خايفين لنرجع ما قبل 10 سنين، خايفين نرجع لعصر الفوضى الخلاقه تاني. واحد بيقول لي كفايه عليا، اكبر نفع عام ليا ونفع خاص ان انا اقدر انزل انا ومراتي واولادي، نقدر ننزل مصر ونرجع بدون اي مشاكل. تخيل كده يا استاذ ماجد لو مصر دي اصبحت العراق ولا اصبحت سوريا ولا اصبحت اليمن ولا ومش هنعرف ننزل بلدنا، وباذن الله عمر ما ده هيحصل. وانا بوجه رساله مش للمرشح لكن بوجه رساله للرئيس الحالي ان الجاليه المصريه هنا في المانيا متماسكه وبتحبك جدا يا ريس، وفعلا يعني اللي انا شفته حب فعلا حضراتكم هتشوفوه في الصور، انا مش عايز ابالغ طبعا في الكلام، وفي الفيديوهات اللي الناس هي قالتها وشايفاها وكلنا على كل الشاشات شايفه كده. اختصارا للقول ان احداث غزه ضعفت اعداد الناخبين، وده حرص ووعي المواطن المصري في الخارج. يعني الممارسة الانتخابية أو ما يعني يحدث الآن من تمرس للمشهد الانتخابي من جانب المواطنين المصريين في الخارج، إلى أي مدى انعكس بجدية المشهد والإصرار على التصويت في هذه الانتخابات بكل هذه الكتل التصويتية، ليس فقط في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأيضا الدول المتباعدة مثل نيوزيلندا وأستراليا وغيرها، ولكن أيضا في الدول العربية والخليجية؟ أنا مش فاهم السؤال تاني يا فندم. نعم يعني أحدثك عن إلى أي مدى انعكس ذلك على هذا المشهد الانتخابي، على الصورة التي نشهدها الآن في العالم، ليس فقط لديك في ألمانيا ولكن أيضا في الدول التي بها كتل تصويتية في الدول العربية. في ناس كتير يمكن ما كانتش هتنزل وابتدت لما شافت هذه المشاهد في التلفزيون نزلت. فأنا فعلا بحيي القائم على الإعلام المصري إنه يرسل رسائل كل مصريين الخارج من خلال شاشات التلفزيون. وده برضو في الحوارات اللي انا قمت بيها، ان ناس كتير برضو نفس الكلام يقولوا لي يعني انا نزلت علشان شفت المنظر جميل جدا في التلفزيون. ودي رسائل اللي احنا بنشوفها للداخل وللخارج، للمصريين والدوائر الغربيه صناع القرار. ناس كتيره وخاصه الكبار في السن صمموا بيقولوا لي انا لما شفت المنظر ده، كان واحد كبير في السن امبارح قال انا لما شفت المنظر في التليفون يمكن كنت هتكاسل، يعني بحكم سني وبحكم البروده يا فندم. احنا النهارده بالناقص 5 وباذن الله هنشوف اعداد كبيره. المشهد اللي بنشوفه في التلفزيون شجعت الجاليات، بقى في منافسه شريفه ما بين المصريين في الخارج وخاصه ما بين الجاليات وبعضها، كل عايز يظهر بمظهر مشرف. بشكرك شكرا جزيلا من فرانكفورت الأستاذ ماجد سعد، منسق الجالية المصرية بألمانيا ومدير حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.